لسلطة الدجاج بالمانجا والفلفل الملون رح يكون بدنا 2 صدور دجاج مشوي ومقطع شرائح، رح يكون بدنا 1 مانجا مقطعة إلى مكعبات، 1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح، 1 فلفل أصفر مقطع إلى شرائح، إذا في عندكم أي ألوان ثانية عادي بتقدروا تستخدموها. رح يكون بدنا نص كوب من الذرة المسلوقة، ربع كوب من الكزبرة المفرومة، وعصير الليمون. وكمان رح يكون بدنا 2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا، رح يكون بدنا 1 ملعقة كبيرة من العسل، 1 ملعقة صغيرة من زنجبيل المبشور، و2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود. أما بالنسبة لتتبيلة الدجاج رح يكون بدي زيت زيتون وملح فلفل، بودرة الثوم، بصل بودرة، بهار مشكل، وكزبرة ناشفة أو اللي هي الكزبرة البودرة. تمام، أنا رح أخذ هدول الكفوف حالياً وراح أعمل أول إشي تتبيلة الدجاج. الدجاج رح نحطه على المقلاي، رح نشوي شوي بالمقلاي، نقدر نحطه بالفرن ونشوي، ولكن هي هاي خلينا نحكي الخطوة الأولى عشان نعمل السلطة. حتى تحافظوا إنه السلطة ما تزنخ لما يكون في معاها الدجاج، واحد من أهم الأشياء اللي نعمله إنه الدجاج يكون صار بارد لما نيجي نحطه على السلطة، ما يكون ساخن عشان ما يتلامس التنين مع بعض ويزنخ عندي الدجاج. راح أحمي المقلايتين، هاي نحميها وهاي كمان نحميها. تمام، هلأ راح أخذ عندي صدور الدجاج، رحت على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بروح الثلاجة وبحكي لهم هدول نقيت صدور الدجاج، هدول بدي إياكم تقصوهم وتدقوهم عشان يكونوا كتير نحاف بهذا الشكل، عشان يستووا كتير بسرعة وبنفس الوقت يكونوا ضابطين للسلطة. شوف قديش نحيفة. اوكي تمام، هلأ بس خليني أعمل الصلصة أول. رح أخذ صحن وأحط فيه المكونات تاعتي، بدي أخليكم هيك تقدروا تشوفوا بما إنه هون كتير في مكونات عنا، دائما لما يكون في سلطات بكون هيك مفجر الطاولة. طيب رح يكون أول إشي بدي ملح، وراح أنزل الفلفل الأسود، وراح أنزل بودرة الثوم، وراح أنزل كل بهاراتي. طبعا هون خلينا نحكي البهار اختياري، انتوا زي ما انتوا حابين تقدروا تحطوا، بدكم تكتروا بدكم تقللوا، بتحبوا يكون حر بتحبوا ما يكون حر، زي ما انتوا بدكم. تمام، واخر اشي نحط، تقدروا تحطوا بهار مشكل، بهار الدجاج او نحكي البهارات السبعة، زي ما انتوا بتحبوا. هي هيك بس بدي البودرة تكون مفتفتة، وراح انزل عليها زيت الزيتون عشان بدي الخلطة هاي تكون شوي ثقيلة أقدر أدهنها على الدجاج. أوكي؟ هاي هيك 100%. تمام، أوكي هيك صارت عندي الخلطة جاهزة. هلأ بدي أجيب الدجاج وأسير أشوحه، يعني أخليه كلياته يلبس من الخلطة لحد ما أتأكد إنه كلياتهم من كل الجهات خلص سقط، من كل الجهات يكون في عليه خلطة. اليوم صراحة في عندي نصيحة حلوة وفي عندي جواب عن سؤال كمان كتير حلو وصلني، رح أقرأ لكم إياهم. بس هيك شوي نحط الأغراض على المقلاي. تمام، هاي ننزل بالخلطة، خليها من كل الجهات يكون في عليها من البهار، وقد ما كان أكثر البهار قد ما كان أحسن. أوكي، أخذ الصحن تاع الدجاج عشان نبهرهم كلهم مع بعض. شوفوا قديش مرتبين الدجاجات كيف حاطينهم. أنا صراحة كتير اعتمدت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حتى عندي بالبيت، قد ما إنه أشياءها عن جد كتير مرتبة. أوكي، هي هيك من الجهة هاي كمان. هذيك اليوم رحنا على المؤسسة، أنا واحدة من زميلاتي وصديقتي هون بالمؤسسة بالتلفزيون، رحنا على المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، كانت أول مرة بتروح عليها وانصدمت قد هي عن جد كثير مرتبة. أنا دائما بحكي لكم هذا الإشي، بدي إياكم تروحوا وتشوفوها عن جد قد هي مرتبة، خاصة الناس اللي ما راحوا عليها قبل. هيك ناخذ كل صدور الدجاج،
نحط عليهم من البهارات من كل الجهات. بدر ايش مخبئين تخباي الدجاج. اوكي. اخر وحده نخليها تاخذ من بهار الباقي. يا هيك تم. شو بدي اعمل؟ بدي احمي النار على الاخر. لو عملتوا هاي الحركه قبل بوقت بيكون لسه احسن، يعني عشان ايش؟ الدجاج يتشرب من كل النكهات كثير منيح. بعدين بنحطهم على المقلاي. ناخذ الملقط عشان ما نستخدم الكفوف. تمام، نحمي النار على الاخر بهذا الشكل. خلينا نحكي هاي تعتبر واحدة من السلطات اللي الواحد بيقدر يعتبر انه هي وجبة كاملة، واحد بيقدر ياخذها كوجبة كاملة. راح اخذ من الكسيح البخاخ الزيت وارش شوي، استنوا هذا بده كبس، راح ارش شوي منه على المقلاي بهذا الشكل. أسهل إشي وأسرع إشي عشان ما نحط كمان كمية كتير كبيرة من الزيت. هلأ بدي أحط شرائح الدجاج على المقلاي. شكلي راح أضطر ألبس الكفوف. أوكي، وراح نخليهم يستووا. لازم تعمل تش، فراح أستنى شوي من هون لحد ما تحمى المقلاي كثير منيح. بعدين بنحط الباقي. خليني اقرا شوية تعليقات. سيرسا ايضا يسعد صباحك، وعماد ايضا بتصبح علينا، ريهام يغمور، عندليب، ام رامي برضه بتصبح علينا، احمد، وحكيت سيرسا بابق، وايضا ريهام يغمور، ام المجد، ويسعد صباحكم جميعا، صباح كل حدا عم بكتب لنا بالتعليقات. طبعا بحب احكي لكم هيك الجو هلا بلش يصير حماس بالاستديو. يسعد صباحكم جميعا، بحب اوجه تحيه لكل حدا عم بتابعنا، وايضا بحب اوجه تحيه وشكر كثير كبير من كل حدا بخلف الكاميرات عم يشتغل وبالجاليري ومخرجتنا الرائعه، ايضا بوجه لكم كلكم كل يعني التحيه. يلا هلا شو بدي اعمل؟ هذا ايش؟ هلا صار حامي، وهذيك بتكون هلا صارت حاميه، فبدي انزل باقي صدور الدجاج. هدول مدقوقين ومقسومين ثلاث شقف، عشان هيك كثير كثير نحاف، عشان يستووا كثير بسرعه. ولا تنسوا انه احنا بدنا ايش يصير؟ يبردوا قبل ما نحطهم على السلطه، هيك احنا نضمن انه انا عندي صدر الدجاج مستوي 100%، وايضا كل النكهات فيه اكثر، يعني لما نيجي نحكي صدر دجاج ويكون عليه بس البهار من فوق بحس انه حرام، لازم هيك فقير بده يكون في عليه اكثر بهار، فهيك انتم بتاخذوا من البهارات اكثر واكثر. تمام، خليني احكي لكم عن سؤال، استنوا عملت له سكرين شوت، عن سؤال حلقه المره الماضيه. كان في سؤال ايش بحكي؟ مرحبا شيف، من غاده، سؤال: عندي عجينه كوكيز بالفريزر، هل بتكون خربت ولا لا؟ وإذا بتقدر تفيديني إذا بقدر أستخدم صبغة الآيسينج الملونة تاعت الفانيلا وشكراً. كثير حبيت السؤال وقلت لازم أجاوبكم إياه. طيب، أول إشي بالنسبة للكوكيز أو اللي هي عجينة الكوكيز، إذا أنا بدي أستخدمها وبدي أحط منها بالفريزر بتتحمل تقعد بالفريزر لمدة 3 أشهر، فإذا أنتم ما رح تستخدموها كاملة بتقدروا أنكم يعني تقسموها لأقسام، بس يجي تحطوها بالفريزر وبتخلوها لمدة 3 أشهر، ولكن إذا انحطت بالفريزر ما بقدر أرد أرجع أطلعها، يعني أطلعها وأدوبها أشتغل فيها وأرد أرجعها، طلعتوها بدكم تشتغلوا فيها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني واللي هو إذا بقدر أستخدم الألوان اللي هي الفانيلا، واللي هي قصدها الألوان اللي بيكونوا موجودين عادة بالمحلات بيكونوا سائل، اللي هي الألوان السائلة. جوابي هو بفضل لا،
الألوان السائلة وخاصة الموجودة بالسوبر ماركتات العاديين، أول إشي هي بتخرب عندي قوام أي إشي أنا بدي أشتغله. دائماً بحكي لكم بالحلويات لما بتجيكم تيجوا تلونوا استخدموا ألوان الجل، هي عادة بتكون موجودة بمحلات تزيين الحلويات لأنها بتخلي القوام، يعني بتخلي الإشي اللي عم نعمله يحافظ على قوامه، وأيضاً بيكون قوة اللون لما تيجي تحطوه أكثر. فلما تيجي تستخدموا هاي الألوان اللي بتكون سائلة الموجودة بالمحلات بتكون تحطوا كثير لون عشان يطلع اللون زي ما أنت بدكم، عدا على إنه أصلاً هو لون هي سائل، فيعني أنت تخيلوا قديش إنه هي رح تخرب القوام. تمام، هذا لسؤال اليوم. هيك إحنا عنا الدجاج قاعد عم بيصير حلو، أنا بدي أحمصهم زيادة هدول. بس إحنا دائماً بنحب نعمل لكم بالتلفزيون، بنحب دائماً نعمل لكم سحر. فإحنا في عنا دجاج جاهز، وأهم إشي إنه يكون برد عشان نقدر نستخدمه. أوكي، هاي عندي الدجاج اللي رح أحطه على السلطة، وهذا الدجاج اللي عم بيصير مستوي من كل الجهات. هي بالعادة بتاخد 3 دقائق على كل جهة بتكون صارت جاهزة، فهلأ بنقدر نحكي إنه هي صارت جاهزة. أنا بس هيك بدي أروح مشوار سريع أجيب شغلة من شنطتي كثير ضرورية. سنوين أوكي عشان نحط فيه الجاهزين عشانهم صاروا خلص خلصوا. يا هذه بدي أحمرها شوي زيادة، هاي تمام وهاي تمام. معامل قميئة للدجاج، وهاي كمان تمام وهاي تمام. خلصنا هاي المقلاي، هيك عندي الدجاج صار جاهز. إذا أنتوا في يوم من الأيام ما كنتوا عارفين شو بدكم تطبخوا، خليني أحكي لكم إنه هاي هي أسرع طريقة إنكم تعملوا فيها صدور الدجاج، إنكم إيش تقصوهم، يعني الصدر الواحد تقسموه إلى 3 أقسام وتدقوه وتشووه بالمقلاي. أسرع طريقة إذا بدكم تعملوا فطور صحي عشاء صحي زي ما انتو بتحبوا. تمام، انا بدي احكي لكم بس شغله انه هاي الاشياء كلها كمان بوفروا عليكم المؤسسه الاستهلاكيه هذا الشغل، وبقدروا هم يساووا لكم اياه من دون ما تضطروا انكم انتو تساووا. ايش مالكم بدنا كفوف حلوين؟ جبت الكفوف المناح عشان هلا بدنا نتمسك جيدا في الدجاج ونقطعه لشرائح. اوكي تمام، يلا هلا رح اخذ السكينه، اكثر سكينه بتحبها ام علي عشانها ماضيه كثير، ونوسع هيك عشان تطور زي ما بدك. ناخذ صدور الدجاج ومنقطعهم بشكل شرائح، كثير ضروري تكون عندنا السكينه ماضيه. تمام، هي هيك هذول تم. هاي الثاني، طبعا واحد من اسباب انكم ما تصيبوا الدجاج الى ان خلينا نحكي يبرد عشان تضلها العصاره الحلوه موجوده فيه من دون ما خلينا نحكي تنشف او تجمد. اوكي كمان جاهزين، ناخذ هاد قد ما انتم بدكم حطوا. انا راح احط كمان هيك على الطاوله من الصدور اللي كثير فرش عملناهم على واحد من الالواح الخشبيه، لانه صراحه شكلهم دمار، يعني هلا راح يكيفوا لما ياكلوهم شبابهم مسخنين. راح احطهم هيك بهذا الشكل. يا الله شو طريه. اوكي هلا بدنا نفوت بالسلطه. احنا السلطه نفسها ناخذ وعاء ونحط فيه المكونات تاعتي. ناخذ كفوف جداد،
أول إشي كل المكونات طبعا اللي هي الفلفل والمانجا. خايف احكي زي امبارح، امبارح ولا ايش حكيت اسمه صح. بحط الجزر، بحكي خيار. ايش راح احط هلا؟ الذره، وراح احط المانجا بما انه لسه المانجا كمان موجوده بالسوق فاستغلوها. عملت ميكس ما بين المانجا الحلوة والمانجا الحامضة، جبت اشي جامد وجبت اشي طري، ما حطيتهم التنين يعني ما خليت التنين تمام، جبت التنين عشان اسكر عشان ما يكون كتير حلو وما يكون كتير حامض. وهلأ رح احط الفليفة بتاعتي الملونة، وهي الفليفة الصفرة. طبعا احنا هيك بنكون محضرينهم كتير كتاكيت مرتبين. وراح احط كمان شوية بقدونس. اوكي هلا بدي اجيب الصحن الصغير اعمل فيه الصلصة. راح نحط شوية ليمون، شوية عسل، شوي كتير. لا شوي عن جد. و خل البلسمة، وراح نحط شوية زنجبيل. ما تكتروا لأنه هو صراحة طعمه تقيل. وآخر إشي راح أحط شوية فلفل، وراح أحط ملح من الكسيح. راح احط شوية زيت زيتون من زيتي، بعدين راح احرك. اسمعوا الصلصة جيم، ما بياكلوا زيت، مجننين هون بالاستوديو كل شوي فيه زيت ما فيه زيت. فانتوا يعني زي ما بدكم، اذا مو حابين تحطوا زيت تقدروا ما تحطوه، حابين تحطوا عادي بصير تحطوه، ولكن هي بتعطيها سلاسة ومرونة اكثر. اوكي هيك يعني بتصير هيك جوسي اكثر السلطة. هاي راح احطها هون، و راح احرك المكونات. وهيك سلطتي الاولى صارت جاهزه، من يعني خليني احكي من اسهل السلطات اللي ممكن تمر عليكم. وعند التقديم هلا بنشوف، بنحطها بوعاء للتقديم، بنحط عليها صدور الدجاج المقطعه فوق. اوكي اجيب صحن عشان بس نخلص نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل بنكمل.